جزاك الله الخير يا شيخ. حكم لبس التنورة اللي فوق الكعب، فوق القوع بشبر. المطلوب من المرأة المسلمة أن تستر نفسها باللباس الساتر الذي جرت العادة بلبسه في البلد، وأن يكون أيضا واسعا، أن يكون اللباس واسعا، وأن يكون ساترا لا يرى من ورائه شيء، وأن يخلو من الزينة عند الخروج إلى خارج البيت، يخلو من الزينة ويكون سادة. نعم.